السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في دروس سلسلة تعلم البرمجة للمبتدئين كليا بواسطة السي شارب. كما تعلمنا فايل نيو بروجكت، وسأقوم باختيار فيجوال سي شارب ومن ثم كونسول أبليكيشن. سأقوم بكتابة الكونسول أبليكيشن تكلمنا سابقا على أنه المكان المخصص لكتابة الكود هو بين قوسين الدالة void main integer x هنا أنا قمت بعملية تعريف المتغيرات. طبيعة هذه الجملة هي variable declaration. طيب هذه الجمل، طبيعة هذه الجملة هي جملة إسناد للمتغير. إذن رح نكتب هون جملة ملاحظة. تكلمنا كيفية كتابة جملة الملاحظة وكيف أنه جملة الملاحظة هي مهمة جدا لتذكيرك بما هو السطر الذي سوف تقوم بكتابته. x تساوي 5 زائد 7 مثلا، وأنا استخدمت هنا الأوبريتر اللي هو اسمه addition operator. إذن راح أكتب هنا الزائد والناقص والنجمة الشارب والسلاش. ممكن أن نحكي هذا عنهم كلياتهم، هدول اللي هم اللي هي العمليات الخاصة بعمليات الجمع أو عمليات الحسابية كلها كاملة. إذا كان في عندي العملية الحسابية أو القيمة اللي بدي أسندها للمتغير عبارة عن شيء compound أو شيء مثلا مركب، ممكن أني أستخدم الأقواس لتحديد كيفية بدء من الأوبريتر الذي سيبدأ ومن الذي سيعمل، يعني يكون التالي. فمثلا ممكن أكتب كالتالي: x تساوي مثلا x زائد y، راح أكتب مثلا بعدين ضرب x minus z. تمام، هذه طبعا راح أسندها هون، راح أعملها بالنهاية هنا. لاحظوا أنه في عندي هنا هاي مركبة، ولكن للوهلة الأولى مش مفهومة، يعني اللي مثلا ما في عنده حس أو أنه ما بيعرف كيف عملية الترتيب الأولويات هنا في المعادلة هذه، يعني من الذي سوف يبدأ، من القسم الذي هل ستكون مثلا y ضرب x وبعدين يجمعهم مع x وبعدين ينقصهم من z. ترتيب الأولويات هنا يتم باستخدام الأقواس. معنى هذه الجملة أنه قم بجمع x زائد y، لأنه هون في عندي أقواس، الأولوية للأقواس، قم بجمع هاي ثم قم بعمل x minus z. إذا في عندي أولا سوف يقوم بترتيب هذه أو بجمع هذه أو بحساب هذه ثم هذه، والناتج من هذا القسم وهذا القسم سوف يقوم بعملية الضرب بيناتهم. إذا أنا ممكن أستخدم هون if، أفتح قوس وأكتب x تساوي y. هذه تعلمناها كيف أنه إذا أنا بدي أعمل عملية مقارنة، هل هذا الجانب قيمة هذا الجانب تساوي قيمة هذا الجانب؟ هاي الجملة أو هذا الإكسبريشن الموجود عندي هون اسمه، هذا الموجود هنا هذا عبارة عن إكسبريشن، ليست عملية حسابية ولا إسناد قيم. يعني هنا لما يكون هون فقط هذا لوحده هذا عملية إسناد، ولكن لما تكون دبل صار في عندي هون إكسبريشن، تكون القيمة true or false. في عندي هنا إكسبريشن جديد ممكن استخدمه، ألا وهو الاكسبريشن هذا معناته هل x اكبر من y. في هذا الاكسبريشن غالبا الشباب خصوصا الجدد يعني بيخطئوا، فنحن ممكن نعطي هنت بسيطه
بحيث انك انت مثلا ما تخربط فيها ابدا. اذا بدك تعرف انه ما معنى هذا الرمز، ممكن انك انت تحوله، ممكن انك تحوله لسمكة، فهذا صغير، السمكة قامت بأكله، ولكن هذا كبير، فمعناته انه هذا الاكس اكبر من واي. اذا خلينا نرجع هنا مرة تاني. طيب اذا هذا الاكسبريشن اسمه greater than. في عندي كمان بالمقابل، رح يكون في عندي اكيد يعني، نحن عشان اختصار للوقت ممكن ناخذ هاي كوبي بيست ونقوم بعملية حط اللي هو القوس او اللي هي الجهة المغايرة للسابق. اذا هنا معناته كما تعلمنا السمكة هذا الكبير وهذا الصغير. اذا المعادلة هنا او الاكسبريشن هنا يسأل هل اكس اصغر من واي؟ هذا اسمه هذا راح احكي له هون هل اكس اكبر او تساوي. لاحظوا يا شباب هون يساوي حطيتها بعد العامل اللي هو greater than. فالجملة او الاكسبريشن الموجود عندي هون هل اكس اكبر او تساوي، يعني عمليتين، يعني هل هي اكبر او هل هي تساوي، هذا اسمه بالمثل. ممكن انه نحن نحصل على هل هي اصغر او تساوي، ما بحط أنا اليساوي هون، لا، لأن أنت قراءة وأنت عم تقرأها بإمكانك أنك تحصل على الإكسبريشن المناسب، هل هي أصغر أو تساوي؟ هذا اسمه less than or equal operator. أنا ممكن أني أعمل عملية أكثر من condition داخل الإكسبريشن الموجود عندي هون. يعني لاحظوا أنه نحن تكلمنا أنه جملة الاف تريد شرط موجود هنا، هل هو true or false؟ بالنهاية تحتاج إلى expression الناتج النهائي يكون true or false. هل x أكبر من y and z أكبر من y؟ لاحظوا أنا اللي بسويه هون إن أنا أحكي له إنه هل هذا الإكسبريشن وهذا الإكسبريشن ترو وترو؟ إذا كان هذا ترو وهذا فولز النتيجة فولز، ولكن إذا كان هذا ترو وكان هذا ترو، يعني كانت هذا محقق وكان هذا محقق، النتيجة النهائية لكل الإكسبريشن الموجود عندي هنا هي ترو. طيب أنا علشان أوزعهم كمان أنا ممكن أني أترك هيك، ولكن علشان تكون يعني سهلة القراءة راح أستخدم هنا كمان برانفيسيز. حصلت انه مرة ثانية نعيدها مرة ثانية، هل هذا الاكسبريشن من هون، هل يعني هذا الاكسبريشن وهذا الاكسبريشن ترو وترو والاثنين معناتها الاجمالي كله رح يكون ترو، هل هذا كله كامل ترو؟ رح ينفذ شيء، هذا اسمه اللي هي OR operator. أنا ممكن أن أستخدم هنا هل كانت هذه هذا الإكسبريشن أو shift وهذا هاي مرة كبس واحد هنا shift وهذا هاي كبس عندي مرة ثانية. إذن الأوبريتور الموجود عندي هنا هذا اسمه OR. إذن إذا كان هذا يعني true وكان هذا فولز الناتج النهائي رح يكون ترو، إذا كان هذا الجزء ترو وكان هذا فولز رح يكون الناتج النهائي ترو. إذا أنا عم بحكي له هون هل هذا جزء صحيح أو هذا الجزء صحيح، إذا تحقق واحد منهم مباشرة رح يدخل على الإف ستيتمنت، ولكن إذا كانوا الاثنين فولز ما رح يدخل عليها، إذا كانوا الاثنين ترو رح يدخل عليها. إذا في عندي فرق بين and وبين or، هنا لازم يتحقق الشرطين expression هون expression هون، لازم يكون الاثنين true، وهنا يكون أي واحد منهم true يتحقق مباشرة. خلينا مرة تانية هون نرد نحط قيم لل x y z. مباشرة رح أعمل عندي هون جملة if هل x تساوي
واي. اذا كان الناتج صحيح تحكي له كونسول دوت رايت الاين ترو. طبعا كما تعودنا سابقا انه لازم يكون في عندي هون جمله كونسول دوت ريد لاين. ليش؟ علشان نقدر نستطيع نشوف النتيجه قبل ما ينتهي البرنامج. اذا فعليا كل السابق هنا لن يتم تنفيذه. ليش؟ لانه بغض النظر صار صح ولا لا، اوريدي الاف ستيتمنت عندي فاضي ما فيها شيء يعني، فراح يضلوا ينتقل، راح ينفذهم كلياتهم، يعني راح ينفذ هاي الجمله بغض النظر توافق او ما توافق، انه يعني يشوف هذا يشتغل او ما يشتغل، ولكن بالنهايه سوف ياتي الى هنا الى هذا الجزء، سيقوم بحذف القيم السابقه ل x y z واعطائها قيم جديده. طيب هنا راح يعني في عندي هون اكسبريشن، هذا كله اكسبريشن راح يكون الناتج تبعه ترو اور فولس، فانا راح اعمل هلا رن للبرنامج وراح نشوف هل هو ترو اور فولس. لاحظوا يا شباب انه هنا خلص هيك وقف البرنامج، انتهى البرنامج، ما اعطاني شيء، ما في شيء اعطاني اياه. ليش؟ معناته ما تحقق، معناته ما فات على هذا الجزء. طيب نحن علشان نكون كمان ادق ممكن نحن نعطيه هون جمله إلس، وتكلمنا سابقا انه اذا كانت عند جملة F يعني تحتوي فقط مباشرة تحتها على سطر واحد إمكاننا أنه نحذف الأقواس. راح أحكي له هون، راح أحط هذا وأحكي له هون false. إذن راح نحصل إما true أو false، ولاحظوا فعلا أنه X لا تساوي Y. طيب لأنه X 5 و Y 6. طيب قبل الانتقال للاكسبريشن الثاني او للاوبريتور الثاني، في عندي هنا اذا انا بدي اعمل كونديشن انه احكي له هل الاكس لا تساوي واي، يعني القيمه او الاوبريتور العكس هذا. لاحظوا يا شباب عشان احصل على هاي، عشان احصل على هذا الاكسبريشن راح اكتب الاوبريتور التالي هيك. هذا الاوبريتور معناته X لا تساوي Y، يعني أنا عم بسأله هون هل F يعني هل X لا تساوي Y، رح ينفذ. طيب هلا هون X لا تساوي Y، فإذا رح يطبع True. إذا أنا إذا حاولت أني أعمل Run للأبليكيشن تبعي مباشرة إيش أعطاني؟ أعطاني الجملة هاي، لأنه فعلا X لا تساوي، شوفوا كيف أنا عم بقرأها، لا تساوي، تمام؟ هي قراءة الأوبريتور هذا. طيب إذا تعرفنا على كيفية التساوي واللا تساوي، الآن بدنا نشوف أكبر أو أصغر. فأنا هنا راح أسأله، راح أحكي له هل X أكبر من Y؟ يعني هل قيمة X أكبر من Y؟ راح أشغل الأبليكيشن تبعي، أعطاني فولس لأنه أوريدي X هي أصغر من Y وليست أكبر من Y. طيب إذا راح أنا أسأله هون النتيجة أو الأوبريتور العكسي اللي هو هل X أصغر من Y؟ إذا عملت ابلكيشن أو إذا عملت رن الابلكيشن تبعي مباشرة لاحظنا إنه أعطاني ترو، لأنه فعلا هي X أصغر من Y. طيب نفس الشيء إذا حطيت مثلا أصغر أو تساوي أو أكبر أو تساوي، ولكن نحن عندنا هون أوريدي نحن عارفين إنه لا تساوي أو غير مساويين يعني، ف يعني ممكن نتجاهل أو نتخطى هذه القضية. طيب الآن بدي أعطي أو بدي أعمل اكسبريشن and أو or، بدي أشوف بدي أعمل هون إشي compound، يعني بدي أعمل تكون شوي طويلة، فرح أسأله كالتالي، رح أحكي له هل زد أصغر، أو خلينا نكون true، هل زد أكبر من y، وبنفس الوقت بدي إياه كمان تحسب لي هل y أكبر من x، علشان نحن نوثقهم خلينا نحن نحطهم في parentheses عشان تكون واضحة القراءة. إذن رح يأخذ هذا كله كامل وينفذه ويشوف هل هو true or false، ويأخذ هذا وينفذه ويشوف true or false، إذا كانوا الاثنين true and true رح يطلع النتيجة true. طيب إيش تتوقعوا النتيجة؟ نحن عم نشوف القيم عندنا هون، هل زد أكبر من y؟ زد أكبر من y، نعم صحيح.
وهل واي أكبر من إكس؟ واي أكبر من... نعم صحيح. إذن راح يطبع عندي ترو لأنه تحقق هذا وتحقق هذا. طيب إذا حاولت أني أغير عندي هنا مثلا أحكي له هل إكس لا تساوي، هل واي لا تساوي إكس؟ إيش تتوقعوا النتيجة؟ هذا الإكسبريشن راح يكون ترو لأنه فعلا واي لا تساوي إكس. طيب خلينا نخليها فولس. هل واي تساوي إكس؟ يعني هل قيمة واي تساوي إكس؟ خلينا نعمل رن للأبليكيشن تبعي. لاحظوا أنه واي لا تساوي إكس، هذا الإكسبريشن الموجود عندي هون فولس بغض النظر هذا كان ترو أو فولس، لأنه في عندي هون أند رح يكون عندي الناتج النهائي كله كامل فولس، لذلك رح يطبع عندي النتيجة الثانية. نصل الآن إلى نهاية هذا الدرس، ألقاك في الدرس التالي إن شاء الله. السلام عليكم.